مشاهدي قناة معلومة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لابد أنكم سمعتم في يوم من الأيام بكلمة النبي الأمية، وماذا تعني هذه الكلمة؟ وهل النبي أمي ولا يجيد القراءة والكتابة؟ في هذا الفيديو سنتعرف على الإجابة، تابعونا. لقد بعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة، لقوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وكونه عليه الصلاة والسلام أميا يعد معجزة من معجزاته الدالة على صدقه، وأن ما جاء به من عند الله تعالى لا من عند نفسه. قال تعالى: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى في سورة أخرى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولو كان عليه الصلاة والسلام قارئا كاتبا لادعى المشركون أن ما جاء به من اختراعه ومن بنيات أفكاره. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله، هل تعلم النبي صلى الله عليه وسلم القراءة والكتابة بعد نزول الوحي أم لا؟ فمنهم من قال إنه تعلم ذلك، فذكر القرطبي في تفسيره نقلا عن النقاش في تفسيره عن الشعبي أنه قال: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى كتب. وأسند أيضا حديث أبي كبش السلولي مضمنه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ صحيفة لعيينة بن حصن وأخبر بمعناها، وضعف ذلك ابن عطية. واستدلوا أيضا بما رواه مسلم من حديث البراء في صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: اكتب الشرط بيننا، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قاض عليه محمد رسول الله. وقال له المشركون: لو نعلم أنك رسول الله تابعناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فأمر عليا أن يمحاها، وقال علي: لا والله لا أمحاها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرني مكانها، فأراه مكانها فمحاها. وكتب ابن عبد الله. قالوا: وقد رواه البخاري بأظهر من هذا. فقال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب. وزاد في طريق أخرى: ولا يحسن أن يكتب. وقال جماعة من العلماء بجواز ذلك عليه وأنه كتب بيده، منهم السمناني والباجي، ورأوا أن ذلك غير قادح في كونه أميا ولا معارضا لقوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، ولا بقوله: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، بل رأوه زيادة في معجزاته واستظهارا على صدقه وصحة رسالاته، وذلك أنه كتب من غير تعلم لكتابة ولا تعاطي لأسبابها، وإنما أجرى الله تعالى على يده وقلمه حركات كانت مفهومة لمن قرأها، وكان ذلك خارقا للعادة. كما أنه عليه الصلاة والسلام علم علم الأولين والآخرين من غير اكتساب ولا تعلم، وكان ذلك أبلغ في معجزاته وأعظم في فضائله، ولا يزول عنه اسم الأمية بذلك. ولذلك قال الراوي عنه في هذه الحالة:
ولا يحسن أن يكتب، فبقي عليه اسم الأمي مع كونه قال كتب. وقال بعض أهل العلم إنه صلى الله عليه وسلم ما كتب ولا حرفا واحدا، وإنما أمر من يكتب، وكذلك ما قرأ ولا تهجى. قالوا وكتابته مناقضة لكونه أميا لا يكتب، ولكونه أميا في أمة أمية قامت الحجة وأفحم الجاحدون وانحسمت الشبهة، فكيف يطلق الله تعالى يده فيكتب وتكون آية؟ وإنما الآية ألا يكتب، والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضا، وإنما معنى كتب وأخذ القلم أي أمر من يكتب به من كتابه، وكان من كتبة الوحي بين يديه صلى الله عليه وسلم 26 كاتبا. ورجح هذا القول القرطبي في تفسيره، وعلى كلا القولين، ووصفه بالأمي لكونه من معجزاته عليه الصلاة والسلام، فإن لم يكن كتب فالأمية وصف ملازم له عليه الصلاة والسلام حتى مات، وإن كان كتب فوصفه بالأمية باعتبار ما كان ويبقى متصفا بهذا الوصف لكونه من معجزاته الباهرة، ولكونه بعث في أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، فناسب أن يكون أميا مثلهم لتقطع الشبهة. من شاهد الفيديو حتى النهاية أثبت وجودك وضع تعليقك بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقل رأيك في الموضوع، وهل لديك موضوع تود طرحه؟ لمتابعة الحلقة ومشاهدة الكثير من الفيديوهات المثيرة لدى قناة معلومة، فقط قم بالاشتراك مع تنشيط علامات الجرس.